مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. بتعملي ايه؟ يلا بقى يا انكل حب قولي بقى بقى الأمثلة. بس انا ملاحظ انك بطلت تقري في الكتاب المقدس، مش عاوزك بس اسمعي حكايات مني. لا اتعلمي ايه؟ نسمع حكايات في الكنيسة، نسمع في مدرسة احد، بس لازم نقرا ايه؟ الكتاب المقدس لما نرجع. ماشي. ده مش بدل ده. اوكي. ده جنب ده، انا هساعدك تفهمي الحكاية، اما ترجعي تقريها هتلاقي بقت سهلة قوي ولذيذة قوي. عشان لما اقراه، ماشي. احكي لك النهاردة مثل تاني قاله الرب يسوع. قول. بس المثل ده كان مثل، ما قالش المثل ده جايز ولا مرة. عن راجل غني بس بيسموه الغني الغبي. غني الغبي؟ ليه؟ لأنه ما كانش مخه نظيف. بس كان في مثل في غني. في غني تفكر الراجل إيه؟ اللي هو اللي جه للرب يسوع قال له إيه؟ ماذا أفعل؟ لا أرث الحال أبدية. لما قال له بيع كل فلوسك. أيوه قال له بيع كل اللي عندك. وديها للفقراء. ساعتها لما مشي زعلان عشان كان غني قوي. فاكر الرب قال لهم إيه؟ قال للتلاميذ إيه؟ قال لهم أصعب الإيه؟ دخول الأغنياء. الأغنياء ملكوت السماوات. قال لهم حتى قال لهم مثل بسيط قوي، قال لهم دخول جمل من ثوق بإبرة أسهل من غني يدخل ملكوت السماوات. جمل يخش من خرم إبرة أسهل. ليه؟ هما مش عشان الفلوس غالية عليهم يعني. بالظبط، ممكن يخش ملكوت السماوات بس صعبة. لأنهم بيحبوا فلوسهم قوي كده. فالراجل الغني ده إيه؟ غني راح عمل إزاي؟ راح قال إيه؟ إيه ده؟ المحصول السنة دي كتير قوي وعندي خير كتير. أنا أعمل إيه بقى؟ أنا هبني مخازن عشان احط بقى حاجات كتير 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 في كل حته. قعد يبني في مخازن عشان يحط بقى، وبعد ما بنى المخازن الكتير قال يا ده انا خلاص انا مش محتاج اشتغل، انا هيص بقيت عمري بقى خلاص، ده انا بقيت غني جدا جدا ما حدش غني قدي. طب ما هيخلصوا. لا ما هو كان غني قوي. في الوقت ده جاله صوت من السماء قال له انت عارف النهارده هيحصل لك ايه؟ انت عمال تلم في حاجات وتحط في فلوس وتحط في حاجات، النهارده روحك هتتاخد منك. النهارده ايه؟ هتموت. الحاجات اللي عملتها دي عملتها لمين؟ ما انت هتموت يا عم. وفعلا الراجل ده في يوميها مات. وكل الحاجات اللي جمعها دي ايه ده وراحت فين؟ ما ربنا قال لهم ايه؟ اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يعني ايه؟ اهم حاجه اصلي لربنا واطلب ملكوت ربنا يجي في قلبي. بعد كده بقى الاكل والشرب والحاجات دي. يعني في ناس تقعد تقول ايه؟ انا خايفه مش ضامن بكره لا اكل وانا قلقان. ربنا مالكش دخل، بس سيبني انا اخد بالي من حكايه الاكل دي. بس انت هتصلي وكده اتكلم معايا وصلي لي عشان يبقى ليك علاقه معايا. يعني انا كنت احبه. مش مفروض مثلا ماما مثلا تبقى عارفه مثلا بكره هتعمل اكل ايه وتقعد تخطط؟ برافو عليك. مش مفروض ان احنا لازم توضب وتشتري الخضار وتشتري الحاجات عشان تطبخ؟ ايوه. بس مش تقعد بقى مش عارفه تنام مش ضامنين بكره بقى في اكل وقلقانين تقعد قلقانه. لا ما تبقاش قلقانه بس توضب. فاهمه الفرق بيني اوضب؟ هقولها لك بطريقه تانية. بلاش ماما، نقول على الامتحان. انا اعمل ازاي؟ اقول دلوقتي انا اذاكر ولا ما اذاكرش؟ لا لازم اذاكر. اذاكر. طب وانا رايح الامتحان بترعش ومرعوب؟ لا اذاكر واسيب ربنا يساعدني في الامتحان. يعني اذاكر وقول يا رب انت ساعدني في وقت الامتحان اني اعرف احل كويس وما بقاش خايف، فما اشيلش الهم. في ولاد يقول لك ايه؟ طب مش ربنا معايا مش هذاكر بقى. لا ما ينفعش، لازم اذاكر عشان ربنا يديني النجاح. ساعات واحد يقول لي انا ما ذاكرتش ربنا يساعدني. طب ما انت ما ذاكرتش، ذاكر وربنا هيساعدك. ربنا يقدر بقى في الوقت ده يباركك ويبارك ايه؟ التركيزي ويديني مخ حلو قوي. يلا بقى استعدي عشان احنا كده ايه شكلنا خلاص. ماشي. قربنا. استنى اكمل باقي الايه. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا على الايميل ده. مكبوت 14.